اشتقي اسم آخر لرجل من اسم صالح. صلاح. اسم لمرتفع من الأرض. جبل. غيري. هضبة. من أهوار العراق. أهوار باص. من أجزاء القدم. الأصابع. مكان تلجئي. غيري. سلاميات. مكان تلجئين إليه عندما تجوعين. مطبخ. غيري. مطعم. من أهوار العراق. الأهواز. ماشي. خلي نشوف الدرجات اللي جبتيها. طبعا الأهواز مو هور. هور الحوازة. الحوازة. وهور الحمار. وهور الجبايش. خلي نشوف الأسئلة والأجوبة. يعني قاعد تاخذ النقل والأهواز والأهواز وغلط. حتى الأهوار ما تعرفها؟ الأهواز. الأهواز منطقة في بعربستان. الأهواز بإيران. جابها على الأهوار. الشبايش وهور الحوازة. الحوازة. نعم مو الأهواز. إذن الخمس أسئلة سألتلك إياها جاوبتيني عليها بإجابات أيضاً مرتبكة. وأشك بأنه تأخذي 115 نقطة. خلينا نشوف. بس مع هذا خلينا نشوف. السؤال الأول كان اشتق اسم آخر لرجل من اسم صالح. قالت فالح. ميسر أخذ صفر. أنت صلاح. وصلاح جاب لك 25 نقطة. صح. والسؤال الثاني كان اسم لمرتفع من الأرض. قالت جبل. 30 نقطة. أنت هم قلت جبل يمكن. قلت غيري. قلت هضبة. والهضبة أيضا صح. 18 نقطة. السؤال الثالث كان من أهوار العراق. ميسم قالت حمرين. ويا جبال أخذت صفر. أنت قلتي الأهواز. الأهواز منطقة يعني بعد هناك. الأهواز الأحواز. الأهوار معروفة. السؤال الرابع من أجزاء القدم. قالت الأصابع. 25 نقطة. أنت قلتي الأصابع. قلت لك غيري. قلت السلاميات. سلاميات شنو معناها؟ ما أدري. العظام. ها؟ العظام بالقدم. لا بالأصابع. بالقدم لو بالأصابع ما أدري. بالقدم. خلي شوف الكمبيوتر شي يقول. شي ينطيش نقاط على السلاميات. 5 نقاط. لأن لو قايلة مثلا الكعب. أي صح. الأظافر. الباطن. أه. الكاحل. مو؟ يس. يا. يلا 133 نقطة. إذن السؤال الخامس هو مكان تلجأ إليه عندما تجوع أو نجوع. المطبخ. قالت ميسم 30 نقطة. أنت إيش قلتي؟ مطعم. مطعم صح. لا عاد وين أروح؟ مطبخ ومطعم. 28 نقطة.